للمزيد حول آخر تطورات في المشهد اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا بك سيدي فرانكو. بداية، كيف تقرأ تحدي ميليشيا حزب الله الدولة والقضاء والسيادة بتأكيدها على استمرارها في مسار تنحية القاضي بيطار، وما أثر ذلك على هيبة الدولة؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. حقيقة أن ما حدث البارحة رغم خطورته والفاجعة التي أسفر عنها، إلا أن تلك المعركة التي حصلت ليست بالضرورة ليست فقط هدفها الإطاحة بالقاضي البيطار، قاضي التحقيق الذي ذهب في جرأته أكثر مما يتوقع حزب الله، وأكثر مما يسمح. نعم. هو وبعض بعض أركان النظام الفاسد اللبناني. حقيقة الأمر أن ما حصل البارحة هو أيضا يعتبر حرب إلغاء أيضا ضد قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي يعني مبدئيا هو حتى اليوم هو الوحيد ربما من المسيحيين الأقوياء الذي لا يزال يقف ضد سياسة حزب الله وإيران في المنطقة. وبالتالي يعني هذه المعركة التي أرادوها غزوة فكانت خيبة، نعم، يعني فتحت المشهد أمام واقع جديد. رغم أن حزب الله مني البارحة أركان الثنائي الشيعي منيوا بخسارات كبيرة في الأرواح، يعني 7 قتلى في هذا، يعني هذا رقم كبير، رغم أنهم هم من بدأوا، والفيديوهات والتسجيلات توثق ذلك، حيث هم بدأوا بمظاهرة، نعم، ثم فأدخلوا إلى مناطق المسيحيين وبدأوا بتكسير الأرزاق، نعم، والسيارات وإلى آخره. طيب سيدي فرانكو، يعني إلى أي مدى ترى أن ما وقع من توتر أمني وترهيب للبنانيين الذي جئت على شرحه وتفصيله، إلى أي مدى ترى أنه أحد وسائل ميليشيا حزب الله لفرض سيطرتها على الأرض؟ إلى أي مدى؟ عفوا؟ إلى أي مدى ترى أنها إحدى وسائل حزب الله ليفرض سيطرته على الأرض في لبنان؟ هذا ما دأب حزب الله ومنذ سنين على فعله. نراه في كل منطقة حيث يواجه جهة شعبية أو شبابية، نعم، يلجأ إلى استفزازات، إلى أشياء أخرى كي يستدرج الآخرين إلى الدفاع عن أنفسهم، مثل ما حدث مع شباب عرب خلدة، وهم من المسلمون السنة. ذهب البعض واستفزهم ووضع صور يعني لأشخاص قتلوا أحد أنسبائهم وهو طفل لا يتجاوز 14 عاما، من ثم بدأوا بإطلاق النار على البيوت. وعندما يقوم هؤلاء في كل لبنان، عندما يقوم البعض بإطلاق أو بالمدافع النفسي، يلجأ حزب الله حينها إذا المتواطئة معه. هذا أصبح عرفا للأسف، واقعا يلجأ إليه كل مرة حزب الله عندما يرى أن هناك مواجهة ضده، وبالتالي هذا أصبح أسلوبه منذ سنوات اعتاد اللبنانيين عليه. طيب سيدي فرانكو، يعني ما حدث برأيك هل هو خاص فقط بتنحية قاضي التحقيق طارق بيطار، أم أن ميليشيا حزب الله تهدف من وراء الأحداث الأخيرة إلى ما هو أبعد؟ طبعا يعني حزب الله هو تنظيم ذكي جدا، يعني هو من أذكى، يعني قد يقال أو من أذكى التنظيمات التي مرت على لبنان، لأنه طبعا تخطيط دولي إيراني، وليس بالضرورة أن يكون أنه هو أذكى التنظيمات. ربما خصومهم بعض الشيء في أوروبا، عفوا بالتعبير، لديه خصوم أغبياء. هذا الموضوع يعني هذا موضوع آخر. أما بالنسبة لحزب الله، هو يريد ان يذهب ابعد من ذلك، يريد ان 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 يريد راس، والله اعلم، قائد القوات اللبنانيه سمير جعجع، كما قلت سابقا، لانه هو يعني سمير جعجع يعتبر من المدعومين سعوديا. هنا يعني اذا اردنا ان نوسع النظر في الاطار او في الصوره، نعلم ان هناك يعني مفاوضات ايرانيه سعوديه، هم يريدون أن يبعثوا رسالة إلى السعودية، يريدون من السعوديين أن يتكلموا عن 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 سمير جعجع، لأنه الوحيد الآن المدعوم سعودي. وبالتالي حزب الله يريد أيضا
من سمير جعجع لفتح المجال ايضا امام شريكه لحزب الله في السلطه الرئيس الجمهوريه. نعم. ولا يريد ان يسجل سمير جعجع اي انتصارات في الانتخابات المقبله، لان ذلك سيغير من المعادله، على اساس ان القوي مسيحيا هو شريك حزب الله، او هو معه في السلطه. وبالتالي اذا ربح سمير جعجع الانتخابات سيخسر حزب الله. نعم سيدي فرانكو، إذا كنت لا تزال تسمعني، يعني جئت على ذكر الذكاء، يعني قد يقول قائل أين الذكاء لدى ميليشيا، يعني لا تزال تفقد حلفائها والآن تفقد شعبيتها في ظل التلويح الدائم بالقوة وتهديد السلم والأمن اللبناني. يعني سيدي الكريم، حزب الله ربما الآن في هذه الطفرة في السلاح، في يعني السلاح الذي يملكه، لم يعد يعني في حال لديه أصدقاء كثر، لأنه ربما يقول كما قال هتلر في خطابه عندما أحرق المنشور، كم يملك خصومي من الدبابات. وبالتالي المنطق المنطق الأول الذي يستطيع استخدامه حزب الله السلاح ضد خصومه، وهو لا يهتم إذا كان لديه من الأصدقاء، أو لأنه الآن قد تمكن فعلا من لبنان ومن كل أجهزته. أن كثير من المسيحيين قد اعتقلوا عبر الأجهزة، نرى أي شخص أو فرد قد اعتقل من الثنائي الشيعي، وهذا دليل على أن حزب الله قد استباح فعلا الدولة اللبنانية وسخر كل أجهزتها لصالحه. اليوم نرى أن جهاز أمني يقوم باعتقال كل من أطلق الرصاص ضد الثنائي الشيعي، ضد مقاتلين الثنائي الشيعي، ولم نرى أي معتقل من الثنائي الشيعي، وهذا دليل واضح على أن حزب الله قد انتصر ولم يعد بحاجة إلى أي تغطية من أي كان. هو يدير العملية السياسية. شكرا. والأمن والاقتصاد وكل شيء في لبنان. من زيورخ كنت معنا عبر الهاتف مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.